السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا إن شاء الله أول كونسبت في شابتر 4 اسمه اللينياريتي. هنعرف يعني ايه اللينياريتي وهنحل عليها شوية مسائل كده إن شاء الله. طيب اللينياريتي بشكل مبسط جدا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان مثلا لو عندك سيركت بالشكل ده، عندك مثلا هنا فولتج سورس، سيركت عادية فيها فولتج سورس واحد فقط او كرنت سورس واحد فقط، ماشي، وعندك ريزيستورز بقى وديبندنت سورسز والكلام ده كله. طيب اللي عندك اللي انت المفروض تعرفه ان انت لو ضربت الفولتج ده في اي رقم، الفولتج هنا الفولتج والكرنت في كل السيركت بيبقى بيتضرب في نفس الرقم اللي الفولتج ده اتضرب فيه. يعني مثلا لو قلنا عندك مثلا الفي اس مثلا 3 فولت، اوكي، وقلت لك مثلا الكرنت اي وقتها اما كان الفي اس 3 فولت كان الكرنت مثلا 1 امبير. لو ضربت مثلا ال في اس في 5، يعني بقى عندي ال في اس ايكوال 3 في 5 بقى 15 فولت. لو ضربت ده بقى حطيت 15 فولت بدل 3 فولت، الكرنت هيتضرب في نفس الرقم، هيبقى برضو 1 في 5، يعني 5 امبير. يعني تضرب ده في 5، تضرب الكرنت هنا في 5، معناه ان الفولتج هنا هيزيد ب5 برضو، عشان انت عارف في ايكوال اي ار، صح؟ فانت لو عندك حاجة بالشكل ده، الفولتج لو ضربته في اي رقم بتاع السورس هو هتضربه في نفس الرقم عشان تطلع الكرنت على اي ريزيستور في السيركت. وبرضو لو انت عندك هنا كرنت سورس، الكرنت اللي فيه مثلا 3 امبير، لو بقوا مثلا 6 امبير هيبقى مثلا لو هنا 1 امبير هيبقى 2 امبير، هيتضرب في نفس الرقم او في نفس الفاكتور اللي اتضرب فيه، اللي اتضرب فيه الكرنت سورس او الفولتج سورس. ده هو ده مبدأ اللينياريتي. بس طبعا لازم تكون عارف ان ما يكونش عندنا بس only one only independent source، واحد فقط. تاني حاجة بتاع ده you can have many مثلا resistors، حط resistors زي ما انت عايز او dependent sources. ممكن يعني بس يكون عندك one independent source، وممكن يكون عندك اي رقم من dependent sources والresistors. بس ده المفروض تعرفه عن اللينيارتي. وهناخد ان شاء الله اسئلة الفيديوهات الجاية. ناخد مثال من الكتاب. مثال بيقول ايه؟ عندي كرنت عندي هنا بلس ماينس في نود، عندي هنا 8 اومز، 4 اومز، اي اس 12 اومز. بيقول لي ايه؟ بيقول لي فايند الفي نود، فايند في نود وين اي اس ايكوال 30 اند اي اس ايكوال 45 امبير. يعني عايز اجيب له الفي نود اما السورس اللي هنا يكون مره 30 امبير والمره الثانيه هيكون 45 امبير، تمام؟ في نود. طيب هحل السيركت عادي جدا، هحل السيركت عادي. هشوف مثلا اول حاجه هفترض ان الكرنت عندي 30 امبير، فاكتب هنا، هرسم السيركت التاني واكتب 30 امبير 30 امبير.
اكتب هنا نفسها الفور اومز والايت اومز بلس ماينس في نوت وتويلف اومز. طيب انا ممكن اجمع الاتنين دول واعمل كرنت ديفيجن عشان هيكون الاتنين بارلل، يعني 12 زائد 8 20. فانا ممكن اعمل كده. طبعا لما بجمع بشيل خلاص الفي نود، عشان انت طالما جمعتهم خلاص اي في نود او اي حاجة هو طالبها بتتمسح. فاكتب 20 اومز. بعد كده هعمل كرنت ديفيجن، اشوف الكرنت اللي داخل هنا والكرنت اللي داخل هنا. هقول مثلا انا عايز اعرف الكرنت اللي داخل هنا، فهم قايل 30 ملتبلاي، احط ايدي هنا واقرا الرقم ده اللي هو 4 اوفر مجموع الاتنين 4 زائد 20 24. يبقى الكرنت اللي هيدخل هنا هو عبارة عن 30 ملتبلاي 4 اوفر 24، يطلع 5 امبير. يبقى الكرنت اللي داخل هنا هو 5 امبير. طيب ارجع تاني للسيركت الاصلية بعد ما عرفت الكرنت اللي داخل، هرجعها تاني هنا. ممكن تعملها بالمش اناليسيز نودل، اي حاجة اي طريقة سريعة تعجبها تعجبك انك تقول. طيب احنا قلنا 5 امبير داخلين هنا، اوكي، يعني الفي نود هتطلع كام؟ 5 ملتبلاي 8، 5 ملتبلاي 8 اللي هو الكرنت اللي داخل ملتبلاي ريزيستنس، يعني بقى عندي 40 فولت، اوكي، والكرنت احنا قلنا 5 امبير. طيب قال لي المرة التانية عندي هتكون 45 امبير، اعيد السؤال تاني؟ لا ما عيدوش، خلاص انا عارف اللي انا عندي لينيارتي هنا. اللينيارتي عندي بس واحد اندبندنت سورس، ما فيش اي سورسز تانية، فخلاص انا كده عندي سيركت لينير. فاقول ايه، بدل ما احسب من الاول وارسم سيركت تاني واكتب 45 وهكذا، هقول مثلا 45 اوفر 30، هشوف النسبة اللي بينهم كام عشان اشوف هو ضرب في كام. 45 ديفايد 30، او اقول مثلا 30 مضروبة في x مثلا equal 45. عايز اشوف اي رقم ده، فاقسم على هنا على 30 على 30، اعرف الرقم اللي انا ضربته في الثيرتي في السورس، يعني هيطلع 3 اوفر 2، يعني ده المقدار اللي انا ضربت بيه الكرنت من 30 ل 45. فهو ده بالظبط نفس الرقم ده هضربه في الكرنت اللي جاي هنا. يعني انا كان عندي كرنت 5، فاقول الكرنت النيو مثلا كرنت اي ان ايكوال اللي هو النيو، يعني هقول 3 اوفر 2 ملتبلاي 5 امبير، يعني عندي 15 اوفر 2، يعني بقى عندي 7.5 امبير بدل 5 امبير. اما كان عندي 30 بقى عندي، فما يكون عندي ال45 بقى عندي 7.5 امبير. وبكده هيكون الفي نود ايكوال الاي اللي هي 7.5 ملتبلاي الار اللي هي 8 ايكوال 60 فولت. وده كده مثال على اللينياريتي. طيب مثال كمان على اللينياريتي، عندي سيركت فيها واحد بس اندبندنت سورس زي ما احنا قلنا، عادي ممكن يكون عندك اي عدد من الديبندنت سورسز، المهم يكون عندك واحد اندبندنت سورس زي ما موجود هنا وريزيستورز باقيه بس. بيقول لك ايه، فايند اي نود وين في اس ايكوال 12 او وبعدين 24 فولت، اوكي. يبقى الاي نود هنا عايز يعرف قيمتها اما يكون عندي مرة الفي اس ايكوال 12 واما يكون الفي اس عندي 24. طيب هعمل ايه؟ اول حاجة هفترض اول حالة عندي اللي هي في اس ايكوال 12 فولت، فممكن اكتب هنا اكتب 12 فولت. طيب اما يكون عندي هنا 12 فولت عشان تطلع الكرنت اي نود
ممكن تعملها بأي طريقة. هنا يفضل انا هعملها بالميش اناليسيز اسرع، فاعمل هنا I1 كده I2 وكده اقول ال I1 ماكسيمم، اول 6 I1 بلس 2 I1 بلس 4 I1 ماينس I2 بلس 12 ايكوال 0. وبعد كده عندي ماينس، هبدأ اللوب الثانية، ماينس 12 بلس 4 I2 ماينس I1 بلس 8 I2 بلس 4 I2 ماينس 3 VX ايكوال 0. بعد كده اشوف ال VX هو ايه، ال VX هو 2 I1. انا كده معايا 3 equations، 3 unknowns، هعملها على الكالكوليتر سريعا. عندي 6 بلس 2 بلس 4 I1، عندي ماينس 4 I2، بعد كده 0 I 0 VX equal ماينس 12، بعد كده ماينس 4 I1 4 بلس 8 بلس 4 I2 ماينس 3 VX equal 12 كده 2 I1 0 I2 ماينس 1 VX equal 0. فهنا في الحالة دي عندي ال I1 وال I2. أنا عايز بس ال I2، ال I2 ليه أنا عايزها؟ عشان ال I2 هي ال I-node. فأكتب ال I2 equal ال I-node equal 3 over 19 أو 0.15. زيرو بوينت وان فايف سيفن أو وات ايفر، اوكي، زيرو بوينت فيفتين أمبير. فده في أول حالة اللي هي عندي 12 فولت. طيب أما يكون عندي 24 فولت، أنا مش محتاج خلاص إن أنا أعيد السيركت تاني، على طول هاجي هنا أشوف من 12 خليتها 24، أو ممكن تقول تبقى مضروبة في كام؟ مضروبة في 2، أو ممكن تقول 12x equal 24، يعني 12 اتضربت في رقم كام يساوي 24، اللي هو يبقى 2x equal 2. فعلى طول أقوم قايل يبقى ال I node equal 2 multiply القيمة الأصلية بتاعتها اللي هي 0.15. اللي هي 2 multiply 0.15 اللي هي 0.3. طبعا هي رقم فيه كسور وحاجات كده، يعني المفروض 0.31 مش عارف كذا، بس خليها 0.3 فبس كده. وطبعا بقية الريزيستورز كلهم هيزيد فيهم برضو الكرنت بنفس القيمة دي، يعني هنا كله هيتزاد فيه القيمة، يعني الكرنت اللي هيكون ماشي هنا هيتضرب في 2، والكرنت اللي ماشي هنا في 2 و2 و2 وهكذا، يعني مش على الريزيستور ده بس، لا لكل الريزيستورز التانية. سؤال كمان عن اللينياريتي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي اسيوم اي نود ايكوال 1 امبير اند يوز لينياريتي تو فايند ذا اكشوال فاليو اوف اي نود ان ذا سيركت اوف فيجر 4.14. اللي هي دي يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي اسيوم، افترض ان الاي نود ايكوال 1 امبير، وبعد ما تعرف النسبة بين الكرنت سورس والاي نود اعرف قيمة الاي نود الحقيقية. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك افترض ان ما فيش 15 امبير هنا، افترض ان في اي اس هنا، تمام، وهو مديك الاي نود ايكوال 1 امبير، تمام. فانت هتفضل ماشي في السيركت لغايه ما تعرف كرنت هنا وهنا وهنا وهنا، وفي الاخر تعرف الكرنت الاي اس،
مثلا هنقول الاي نود مثلا طلعت الاي نود، انت افترضت انها واحد، افترض مثلا اما تخلص كل الحل هيطلع معاك مثلا الاي اس مثلا 5 امبير، فانت كده عرفت النسبة بينهم 5 to 1. اوكي، فانت اما ففي السؤال كاتب لك اما يكون ده 15 هيكون كام، هتضرب ده في 3 وده في 3، فهتعرف ان الاي نود ايكوال 3 امبير. فنبدأ نحل السيركت. هو بيقول لي افترض ان الاي نود ايكوال 1، فاقول ايه؟ طيب اقول 1 امبير في 5، يعني عندي هنا 5 فولت. اوكي 5 فولت، طيب ال 1 امبير برضو ماشية هنا، فيكون عندي هنا 3 فولت، هنا بلس طبعا ماينس عشان هي ماشية في الاتجاه ده، هنا بلس ماينس ماشية في الاتجاه ده. طيب هفترض ان التيار اللي عشان هنا بس في سورس واحد، فكل اللي هنا ايه التيار ماشي كده، فيخلي ده بلس ماينس ويخلي ده بلس ماينس، هيبدأ بقى الكرنت هنا يتفرق على حسب نظرية الكي سي ال، يبقى هنا بلس ماينس وبلس ماينس، يعني التيار ماشي من اعلى نقطة فولتج هنا عمال يتفرع لغاية ما ينزل للفولتج زيرو اللي هي الجراوند اللي هنا. طيب هعمل لوب هنا عشان اعرف الكرنت اللي ماشي هنا كام، هقول ماينس فور ماينس فور في الاي، الاي اللي هو نازل بالشكل ده، بلس ثري بلس فايف ايكوال ايت، تودي الايت الناحية التانية تبقى ماينس ايت، يبقى عندك فور اي ايكوال ايت، تقسم على اتنين على اتنين، يبقى الكرنت عندك هيكون 2 امبير. يعني لما يكون الاي نود 1 امبير، الاي اللي ماشي هنا هتبقى 2 امبير. اوكي، فده معناه عندك 1 امبير هنا و2 امبير هنا، يعني هنا هيكون عندك ماشي كام، 3 امبير، 3 امبير، وبيتفرع ل1 امبير و2 امبير على حسب نظرية الكي سي ال. وهنا طبعا هيكون عندي كام، هيكون عندي 8 فولت بالشكل ده. طيب عندي هنا 3 امبير، هتضرب 3 في 2 فيكون عندك 6 فولت. هعمل برضو كي في ال تاني، هقول ماينس 7 في اي، الاي اللي نازل بالشكل ده، بلس 6 بلس 8 ايكوال 0. ممكن اعملها على الكالكوليتر فورورد على طول، اقول ماينس 7 بلس 6 بلس 8 equal 0، فيكون عندي الكرنت اللي ماشي من هنا كده 2 امبير برضو، فانا عارف الكرنت اللي ماشي هنا 2 امبير. طيب عندي 2 امبير، يبقى الفولتج كام، 7 في 2 ب 14 فولت، ويبقى الكرنت اللي ماشي هنا احنا قلنا 3 و2، يعني اللي ماشي هنا 5 امبير، 5 امبير ماشي هنا. انا عمال بقول ايه، بقول 5 بقت انقسمت ل 2 و3، و3 انقسمت ل 2 و1، وهكذا على حسب الكي سي ال. فبقى عندك هنا 5 امبير، 5 في 6 يعني 30 فولت ماشي، مش مهم الفولتج هنا طبعا، المهم الكرنت، الكرنت 5 امبير اللي هو الاي اس، عشان ماشي في نفس الاتجاه اهو في نفس اللوب. يعني عندك الاي اس هي 5 امبير، فاقول يبقى الاي اس عندي ايكوال 5 امبير، اما كانت الاي نود ايكوال 1 امبير. اوكي، فانت تقول عندي الاي اس انا طلعتها 5 امبير اما كانت الاي نود 1، يعني شايف النسبة، ممكن تقول 5 to 1 نسبة 5 لـ1. طيب لو انا حطيت لك الاي اس هنا زي في السؤال، السؤال كاتب لك 15 امبير، يعني ضرب الرقم ده في كام، ضربه في 3، ضرب الاي اس في 3، يعني الاي نود ساعتها هتكون كام، هتبقى اي نود ايكوال 3 امبير، ضربتها في 3. وكل كرنت بقى، كل كرنت يعني عندك 2 اضربها في 3، يعني هنا هيكون ماشي 6 امبير. اوكي، والاي نود احنا قلنا هيكون 3 امبير، وطبعا الفولتج هتكون هنا 15، هتكون 15 فولت 3 ملتبلاي 5، وهكذا لغاية ما تخلص السيركت كلها.
فهو ده اللي هو اللي كان مطلوب، بدل ما كانت 1 امبير بقت 3 امبير، اما غيرنا الكرنت سورس ضربناه في 3 فالاينود ضربت في 3.